الشخصية الناجحة هي الشخصية المتفائلة دائماً والمصرة على تحقيق الهدف. هذا ما قالته الدكتورة غادة المطيري، فهي عالمة ومخترعة سعودية وأستاذة في جامعة كاليفورنيا في أمريكا. اشتهرت باختراعها رقائق الفوتون الغاية في الدقة، والتي يمكن استخدامها في توجيه الدواء لخلايا معينة وباستخدام أشعة الضوء، مما يسهل جذرياً العملية العلاجية دون اللجوء إلى العمليات الجراحية. فحصلت على أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا، وأدرج اسمها ضمن لائحة المخترعين الجدد نظير ابتكار الطبية.